لمتابعة أيضا ما ولقراءة ما ورد في مؤتمر الصحفي لمعالي وزير الخارجية انضم معنا من جدة المحلل السياسي الدكتور خالد باطر. فإذا دكتور خالد، معالي وزير الخارجية أشار أن سمو ولي العهد خلال هذه الزيارة للولايات المتحدة وخلال هذه اللقاءات أثمرت عن تعاون اقتصادي وسياسي مثمر جدا للبلدين، كيف قرأت ما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية؟ حقيقة أنا كنت متوقع ذلك، ولكن ما تحقق فاق كل التوقعات. هذه زيارة لأكبر سوق في العالم وأكبر شريك تجاري واقتصادي ومالي في العالم، متوقع أن ينتج عنه صفقات تجارية كبيرة، خاصة أن الرؤية 2030 تفتح أبواب الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية، والولايات المتحدة والشركات الكبرى هي أكثر الشركات المستهدفة، لكن الذي تحقق فاق حتى توقعاتنا، لأنه كنا نتوقع أن الزيارة ستكون أقصر من ذلك بكثير وأن اللقاءات أقل من ذلك بكثير، ولكن يبدو أن اهتمام الولايات المتحدة وشركاتها الكبرى أطال من مدة الزيارة وزاد من عددها، ونتأمل خيرا عميما ان شاء الله من هذه اللقاءات وهذه ايضا الفاقية. دكتور خالد، معالي الوزير تحدث ايضا عن الملف الايراني والتدخلات الايرانيه في المنطقه، وايضا تطرق لجوانب كثير سياسيه من خلال هذا المؤتمر، كيف تنظر الى هذه الاشاره ايضا من قبل معالي الوزير وحديثه عن الجانب الايراني من خلال هذا المؤتمر؟ الموقف السعودي كان اوضح المواقف تجاه ايران، يعني جميع المواقف الدولية كانت متقلبة، حتى المواقف الإقليمية نحن نرى دول كانت تشن هجوما على إيران ثم تتقرب منها ثم تنقلب عليها وهكذا، ولكن مواقف المملكة الثابتة في النهاية هي التي كسبت وأوضحت للعالم أننا كنا على حق. إيران تشكل خطرا وجوديا ليس على المنطقة فقط ولكن على العالم من خلال أدرعها الإرهابية ومن خلال تبنيها لسياسات تضر بالاستقرار والأمن العالمي. اليوم نجد أن الولايات المتحدة التي كانت في عهد أوباما تميل إلى مهادنة إيران، تعود إلى خطها السابق وتتفق مع المملكة على أن إيران فعلا هي الخطر الأول والأكبر، ليس على المنطقة فقط ولكن على السلم والأمن العالمي. نعم، أيضا في جانب أو في سؤال وجه لمعالي وزير الخارجية عن الملف القطري، تحدث عن أملي في عودة قطر إلى صوابها وتصحيح ما اقترفته من أخطاء، وأشار إلى أن هذه الأزمة هي أزمة خليجية وستحل خليجيا. الرسالة التي تؤخذ من مثل هذا التصريح لمعالي وزير الخارجية؟ هذه رسالة واضحة للدوحة بأن الطريق إلى الرياض هو طريق وخط مباشر، لا يمر لا عن طريق واشنطن ولا عن طريق موسكو ولا عن طريق العواصم الأوروبية، فإن أردتم السلم وأردتم السلام معنا فعليكم أن يكون طريقكم مباشرا. الكويت كانت وما زالت هي الدولة الوحيدة التي وافقت واتفقت جميع دول الخليج على أنها هي الوسيط بيننا وبين قطر. حاولوا الأخوة في قطر أن يتجاوزوا هذا الوسيط ووجدوا أنه فعلا لا بد من العودة إليه مرة أخرى. الشروط التي وضعتها دول المقاطعة واضحة صريحة، والآن بدأنا نجد بعض التجاوب لأهم هذه الشروط، وهي تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين من خلال القائمة التي صدرت أمس من وزارة الداخلية القطرية، والتي تقول فيه بأن عددا كبيرا من المواطنين القطريين ومن المؤسسات والشركات القطرية والجمعيات الخيرية هي أساسا يعني إرهابية، وأنها الآن تصنفهم كإرهابيين وإجراميين، وهذا ما كنا نطالب به منذ البداية، فليتهم منذ البداية تجاوبوا ووفروا علينا كل هذا الوقت. اليوم الباب لا يزال مفتوحا لهم، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم، شكرا لك المحلل السياسي دكتور خالد بطرفي من جدة.